الوقفة هذه عنا صاحبنا خويا، نحن نعيش في قانون غابة، عنا صاحبنا خويا مس عمل حادث صغير دوما مس كهرباء متاع مولاها، طلع احتكاك صغير احتكاك بسيط، طلع مولا الكهرباء خويا عاون امن واصل دار التليفونات السيد مرمدوه، ما نصورش انا خويا كان فما واحد معناتها نتاع كونستا صغير يوصل به الرجل موقف تو بيت في بوشوشها وتلفقت له قضيه ما اقوى، معناتها ما نعرفش انا كان هذين نسميه انا قانون غابه، انا ما زلنا نعيشوا بقانون. شنو هي التهمه اللي فقوا له؟ لفقوا له تهمه عنف، سامحني الاعتداء على املاك الغير وبالعنف الشديد. هذه انا قانون يسمح له السيد هذا والنفوذ اللي عنده يوصل يوقف رجلي انا بين اربع حيوط في ليله ولو حتى ليله، قال لي غدوه يروح بين سيفه موقفهولي، انت بين سيفه موقفهولي، قتل روح ما قتلش روح، فشخ هاي الكهرباء ولو حتى صار لها اي حال، فما كونستا فما قانون في البلاد نمشيو به. احنا قاعدين ياسر نتعرضوا في الحكايه هذه كل مره هم شادين وسيرتو من الاعوان الامن، تو احنا نطلعوا فيها وما عندنا حتى كونفونسيون معاهم راه، معناتها احنا بمزيه نطلعوا فيهم راه يطلعوا بليش ويتهدوا ويضربوا فينا وكل مره صايرت لنا مشكله عليهم، فهمتني؟ واحنا نطفيف الضوء، المره هذه معناتها حكايه من لا شيء، معناتها ايكوليزيون صارت في 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 الكياس نورمالمون كونستا يا اخي، ذي شركه معروف مش كهرباء نقل ريفي ولا كهرباء نمبورت، معناتها ضربتك وهربت ودرشني، انت ماشي توقف له في الواحد غاديك وعامل له باراج مهبطين ويضربوا فيه ودرشني، انت شنو شنو اللي عمل له هو باش يضربك؟ احنا من 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 احنا كنقابه اساسيه ممثلين على الخدام الكل، احنا في بدنا نوجه نداء انا وميساج زاده لوزاره الداخليه، راه ريتو صاحبنا ما يخرجش غدوه احنا باش نكرهوها الحكايه هذه كل يوم. الاداره نتاع شركه، احنا ما عندناش اداره نتاع شركه، خاطر كان جات عندنا اداره نتاع شركه مش احنا العون نتاعنا، نحن يقعد ويقف من نص النهار للاربع نتاع العشيه باش يمشيوا له، وسيد المدير نتاعنا فهمتني؟ هذا يا سيد المدير معناتها عندنا احنا دي كون، انا نحكي معاك راه مراقب راه كونترولور، عندنا دي كونترولور احنا في الكياس يدوروا، فهمتني؟ تسامحني كونترولور عندك ضبطه عدليه؟ ما عندوش لا ضبطه عدليه، انت حتى بطاقه تعريف الكار ما ينجمش اخوك واحد مرزكي هكا، ولا انت باش تبعثوا للمركز زعما اش باش يعمل لك هو في المركز؟ شنو اللي باش يعمله لك؟ حد الناس الكل تجي في مقر النقابه في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد جهوي بن عروس باش نتفاهموا يا خويا، يا خويا اسمعني راهو هذا كله زايد راه خد فيهم، واحنا ما عندناش اداره، احنا راه احنا كان جات عندنا اداره راه ما تعديش السيد صحيح ولا يا خويا ايش نتفاهموا يا خويا ومتعرضين كل يا خويا بالك حتى نعملوا تعاقديه احنا وكا هو والله يا خويا عندنا مدير لا يسير في كيران لا يسير في درشنيه لا يعمل في درشنيه بالتليفون الو درشنيه الو درشنيه الراجل بطيش خمسه نتاع العشيه زايد